اهلا بكم من كوب 26 او مؤتمر قمة المناخ في نسخته رقم 26 والتي تعقد في مدينة جلاسغو الاسكتلندية، اكبر المدن في اسكتلندا. عندنا 200 دولة بوفودها الرسمية مشاركة، 100 رئيس دولة مشارك في هذا المؤتمر، ومصر لها دور كبير جدا في هذا المؤتمر حيث يتوقع أن تستضيف النسخة رقم 27 من هذا المؤتمر العام المقبل في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا في هذا الأمر. ليه العالم كله بينظر لهذا المكان؟ ببساطة لأن السياسات البيئية التي سيتخذها رؤساء الدول وهذا المؤتمر هي ما ستحدد مصير العالم في المرحلة المقبلة. هذا المؤتمر له عدد من النقاط المهمة جدا، لذلك هو شديد الأهمية. هو أول مؤتمر يعقد لمراجعة اتفاقية 2015 وما اتخذه العالم أجمع في اتفاقية 2015 من السياسات البيئية. هو أول مؤتمر يعقد بعد اندلاع الكورونا، بقالنا سنتين مؤتمر قمة المناخ متوقف، هو أول مؤتمر بعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس وكانت قد انسحبت منها من قبل. العالم ينظر إلى ما سيتخذه رؤساء الدول من السياسات، لأن قضية الانبعاثات الحرارية وقضية تغير المناخ لم تعد قضية طرفية، ليست قضية رفاهية، ولكنها قضية تحدد مستقبل هذا الكوكب ومستقبل العالم أجمع. ليه؟ لأنه تزايد الانبعاثات الحرارية وارتفاع درجة حرارة الأرض قد يؤدي إلى كوارث بيئية كثيرة، ارتفاع منسوب المياه، مياه البحر، وبالتالي تهديد كل المدن الشاطئية في العالم، التصحر، التأثير على المحاصيل الزراعية، الفيضانات في بعض الدول والجفاف في دول أخرى، انقراض كثير من الحيوانات والكائنات البرية. الحقيقة إنه مرة أخرى القضايا البيئية لم تعد قضايا طرفية، ولكن الخلاف هنا من سيتحمل المسؤولية. العالم كله يتحمل المسؤولية، ولكن 46% من الانبعاثات الحرارية في العالم هي للدول الكبرى، هي للدول العظمى، هي للدول المتقدمة، وبالتالي الدول النامية تقول إنه لا أستطيع أن أنا أتحمل كل هذه المسؤولية، وأن أنا أأثر على الاقتصاد في الدول النامية، والتمويل يجب أن يأتي من الدول المتقدمة. مؤتمر باريس 2015 كان قد وعد ب100 مليار دولار. أين هي هذه الأموال؟ طبعا أنفق منها جزء، ولكن ما زلنا نبحث عن باقي ال100 مليار دولار، رغم أن هناك أموال أخرى يجب أن تكون يعني ترصد لهذا المؤتمر، عفوا ترصد لهذه التغيرات البيئية حول العالم، ولا تتحملها الدول المتقدمة فقط. مرة أخرى المسؤولية على الجميع، ولكن المسؤولية الأكبر على الدول المتقدمة. مصر في هذا المؤتمر ممثلة بوفد رفيع المستوى يرأسه السيد الرئيس، كلمة مهمة للسيد الرئيس يعلن بها استراتيجية مصر المناخية في المرحلة المقبلة حتى 2050، وأيضا يتحدث عن موقف الدول النامية. مصر أيضا زي ما ذكرنا تستضيف النسخة القادمة من مؤتمر أو من قمة المناخ العالمي، وبالتالي عليها مسؤولية كبيرة لمتابعة ما سيتم اتخاذه في هذا المؤتمر. ماذا نتوقع في هذا المؤتمر؟ هذا ما سنتابعه في المرحلة وفي الرسائل المقبلة، وأيضا في باقي مجمل اليوم. والحقيقة المؤتمر منعقد على عدد كبير من الأيام، ولكن النهاردة يوم مفصلي، النهاردة وبكرة أيام مفصلية في مؤتمر المناخ أو البيئة العالمي، مؤتمر البيئة العالمي أو المناخ العالمي كوب 26.